نقاطي حتى ما بتتذكر مستقل بتتذكر ساعات ما وجع الدرس هذا ابدا واللي جاي بفكر الدرس بفكر العمل والتطبيع ما يصير صار عنده خطير صوته قصته معنى نور هذا ملائكة حملته الرسول اخبرنا الملائكة تحمل طالب العلم على ان تجيزه معلم تسمع العلم على الاجنحة يسمع ابوكم تبقى كلها مسددات لا بتغتابوا لا بتسموا الزوج المادل كالخمرجي او الصائف لو كان عنده دماغ كان عطى ليرات لمرته بس تجي على الدف لان النفع يعود اله نحن المهم نقول له زوجك ولو صار بخمر بدك تحترميه له واجبات عليكي اديله واجباته لعل بواسطة ادبك معه ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى هذا لو يفهم ما بدنا عم بيقدر ابوها اخوها لا تشوف نفسي قد اكون بصوم بصلي وهو سعي عند الله ليش بمنع بنته او مرته او اخته او ما شبه ذلك او ما شبه ذلك ايه هذا دل على تقاوته لا العاقل بيعطي مصاري برته لمرته لاخته لبنته لعمته لك روحي بعطي فيه ليش النفع يعود عليه وبتقدموا معه بعرفوا له قيمته مهما كان ثم بهالمعرفة القيمة هذه بدون برجع إذا صاروا كلهم واحد كلهم سعداء كلهم عرفوا الله كلهم انبسطوا كلهم انكروا أكثر الناس الآن ما في خبر أبدا حرام حلال من بدك الحرام الحلال الحمد لله من بدك العيب وغير العيب عند نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللي ما عنده نور هذا اللي قال لي قال لي يا شيخ والله العجل اصلا كثير كله ببشرك جاك الخير جاك اللطف جاك النور اداك هلا عم بتشوف حاله مقصره لا شك في ذوقا لا شك انها هذه من السعداء يا وسكوا روح على ذاك الباب سكي هذا انا بنصحكم بناتي مهما وين كنتم عند اهل الله وخالطتوا الوسخين والله لا يمكن الا مثلا بيته في العزيزيه بيته بالجميليه بيته اولادها الفنسانين مع الاولاد عم بيلعبوا بناتها مع كذا اجت هذول الصغار اجت قطام اللي عم يسموا معهم لو فرضنا انه بتخاف من امه وابوها ما تلحق على امه وابوها اللي خلوها سكت لو فرضنا لأن سمعناها كأنا ملبسين ملبس في بيتها بتحط على التنتاية بتحط غطا وش بتحط شيء كذا ولما بتطلع برا بتقيم أرعم ترعى حكالي أحد المعلمين المدرسة على بنت فلان أبوها بلا نسميه أبوها شيخ بتاع رعبته الشيخات لكن ما له خبر أبوها ما عنده خبر ما عنده خبر لكن الناس ما عنده خبر العالم كله هذه البنت شافة المعلم شلطة قال لها انت ابوك له خبر قالت لا قال لها لك شلون هيك قال عطيته قول ووعد انه بدك تحط على راسها منين اجتا من زلكاء والرفقاء اللي عم تجمعهم تجمعهم بتروح على السينما بتروح على التلفزيون عم ما بعد دليل بدك اني هذا عيب او ابوها والناس بتعير ابوها ما بعد عندها هذا أكثر ما هنالك يعيرون إنا رجعيين نحن جينا مثلا دخلنا على الجبال مثلا لا سمح الله ما سرعت سكن أنا بالسبيل أو بالمحافظة أو بجيتنا نحن جماعة طيبين أتقياء مغطايين كبارنا وصغارنا تم بتوفينا بالمرأة مو في الرجال في المرأة وفي الظهر كنت رجعيين في كلماتي ما في مدنية ما في دم ما في عقل كيف يوم تحكيت المسحل وفتح لي لحق على مين لحق على الزوج اللي راح سكن هناك انت يا زوج يا خائن يا خلت الله والرسول وانت بتعرف حالك ليش مسك حالك على فرض جذاب جذاب لكن لو فرضنا وزوجتك مسك حالك لكن ولاد صغار ما بعرف هدولي بشوفوا القصير وبعينه القصير وعمال يحيروهم رفقات البنات انتو رجعيات انتو ما انكم ما عندكم مدنية انتو ما كذا حتى بقلبوا اسماءهم بسميهم اسماء المدنية بكل الاسم اسم عربي محمد اسلامي
صعبة لأسماء ما نعرفه. تعال فيه اطلع برا، اطلع برا فيه، اطلع برا. تعال فيه صالح جديد، يلا ما تلاقي تعبيره برا، تعال برا. بناتي لا تدخلوا يسمعكم يا اصبعك، ما نرضى ما نرضى. مجلسنا هون محفوظ باذن الله، لا تجيبوا لنا قذر معكم يحطوا لنا هو هون، هذا بيت الله هذا، ده لا يجيب، ما نرضى. ايه سيدي، عما نحكي عن الموت بصراحنا، بقى الموت جعلوه من اعظم المصائب، هيك اللي بقوله، لكن بقول اعظم منه الغفلة عنه، هاي صحيحة. الغفلة عن الموت هذه أعظم المصائب. الموت الرسول قال أكثر من ذكر هذه اللذات. إذا كان وحدة بتحب بدها تلبس كويس وتمشي مع الرصاصي ذكروها، اذكروا أمام الموت. أول أمر في ما تاخذ، ثاني مرة بعد تاخذ غفلة عنه. قول هاي كان النتيجة، أنا بدي أموت، لا والله أنا بلبس اسمي كان بكتيبي، باسم اسمي كان بكتيبي، وما بعمل حرام. إيه كان رسول صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه من اللذات، منو بعده من اللذات؟ الموت، ذكر الموت. والله ما في طائف كان من الموت هذا كلياتنا، يحطونا بالقبر، يتركونا ليتم عنا لا قرايب ولا صاحب ولا صديق، وين الأصدقاء؟ وين الأمهات؟ وين الأبهات؟ ما شفنا لا أبرز مع ابن ولا أبرزت مع ابن ولا زوج مع زوجة ولا زوج مع زوج. قاعد تسوي حالها تزعل يوم يومين خمسة بعدها بتفحص، كنا كان أرملة بعد ما بتفحص تتزوج، بعدها بتطلع، بعدها بتحاسب، بعدها بتلاقي الزوج الثاني بيسميك واحد من الأولين. لا يا باطلة، وين هذيك المدة اللي كنا فيها؟ وين تبين ما كان في نور، ما هي مربوطة في الله سبحانه وتعالى. بقى ذكر الموت يردنا إلى الله سبحانه وتعالى. بناتي أكثر من ذكر هذه من اللذات، اللي عما تطلعوا بتفرجوا بتقوموا بالقرعة، والله بناتي مسلمات، لكن ما في عقل. لو يسمع العقل قد يبدو أكثر من غيرهم، يقربوا أكثر من غيرهم، ما كانوا سمعاني. في ناس تجي لعندي من كبار رجال، من كبار يا شيخ والله ما أنا فهمانين هيك، يعني فهمان وما فهمانين هيك، عرفان وما فهمانين هيك. حتى واحد قد قلت نحن وين كنا؟ استاذ مدرس، شو انا بعرف وين كنا؟ ونحن وين كنا؟ ظلمة، الظلمة ما تدرك، الظلمة ما تدرك نفسها حتى تدرك غيرها، لكن النور بدك نفسه وبدك غيره، غيره بدك النور عبارة عن يقظة. أما الغفلة كما قال الله تعالى لهم قلوب الكفرة والفسقة والفجرة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لأن الغافل ما عنده نور يدرك الخير والشر. من بدك الخير والشر؟ من فتح، فتح القلب، من كان فتح العينين، كان يقعد غمض ومشي في قاعد جوع، في قاعد جب، في قاعد على عزيزات، في قاعد في قذف، في على جمسه، لكن كان فتح عينين؟ لا ما بقى. وهي الله سبحانه وتعالى أعطانا عينين بصر، وأعطانا عينين مسورة، عينين البصر، بصوت البابا، المبدو، عينين الباطل، بتشوف المعنى، بتشوف الغير. ما اجمل هذا، الله بده يشوفه، لازم يشوفه بعين القلب، الملائكه بده يشوفه بعين القلب، النور الالهي بده يشوفه بعين القلب، العقل العقل، العقل بيشوف عين البشر، مثل ما قال ذاك الفيلسوف، مو الفيلسوف، شو عين؟ اجى على المدرسه قال بده يبين لهم انه ما في الله، لكن كيف بده يتوصل؟ قال له نحن لازم ما نقل بالتعليم، ما ندرك الا المدرك بحسنا، غيره ما مسلم فيه.
بعد ما قالوا لها قالوا هو المعلم مسك ايده قالوا لها الشيء قالوا له ايه قالوا كلكم شايفيني قالوا شايفيني قال اذا في ايش حط ايده على راسه قالوا هذا الشيء قالوا له راس كلكم شايفين راس كل يا ابني قال ده في راس قالوا عم تقولوا في اله شايفين اله قال لا قال ده ما في اله ولا الصغير الله اعطاه الحجه رفع جابه وحطه جنبه على المنصه مسك ايد الاستاذ قال الاستاذ عم قول اللي ايد شايفني قال انت شايفني قال اذا الاستاذ اللي ايد قال الاستاذ عم قول اللي راس شايفني راس قال انت شايفني راس قال اذا انت راس قال الاستاذ عم قول في راسي عقل شايفين عقل قال لا قال الاستاذ ما براس عقل فبيجي خلى دي كفا لك بناتي مو العقل روحكم اللي قايمت فيكم حد شايفها بعين بشر ما بتنشهر تنشهر بعين الباطن بعين القلب اللي حق اعتبرها قال فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هل بتشوف يؤمنون بالغيب الايمان مربوط بالغيب مو بالشهاده هلا نحن مطلوب منا لنؤمن بجبريل وميكائيل واسرافيل وازرائيل ومكر ونصير والخزنة والصراط والميزان والحشر والنسر والجنة والنار لكن ما لنا شايفينها بعينينا معلوم هون المدعي الإيمان يعقب كثير قل له في عندي صراط بده يؤمن ما أنا كنت كافر فأما كل فرد عند الموت بده يشهد شهود في عين البطر بده يشهد الصراط والميزان والحشر والنشر والملائكة ما بده يشوف ما تقبل توبته ليه؟ لأنه مأمور يؤمن بالغيب وهذا ما هو غير شهود ما بقى له ميزة الميزة آمن أنا أنت عم بتقولي بتعتقدوا فيني أنا عم بقول لك في كذا كان ساعات بتعتقدي بتقولي نعم بسمعك بقول لك اللبن أبي أسود قول نعم اللبن أسود انا كنت اظنه ابيض لكن كنت انا غلطاني هذا ايمان صحيح هذا ايمان بالمتكلم اما هو تشوف الغيب في عين البصر هي موجة سلبيه البصر بشوف الحسيات الماديات اما المعنويات بشوف عين البصيره والانسان فيهم مرتبتين قال وفي انفسكم افلا تبصرون ليش عم تقولوا ما في ملائكه طيب روحك من عالم الملائكة الروح من عالم الأرواح عالم الملائكة طيب الملائكة ما تشوفها روحك شايفها قال لا لكن شو مؤمن إذا فيك روح بدك تؤمن في الملائكة مش ما أمن في روحك شو بتعتقد عندك روح شو بتعتقد عندك في عقل شو بتعتقد الاعتقاد هذا بالغيب كذلك الملائكة والجن والحضة الإلهية وهكذا ليش الحضر هي الجمعة شهر اثنين ليلة القدر خير من ألف شهر هذا كان رجل إسرائيلي من بني إسرائيل من الشجعان هذا بقي مدة طويلة ألف شهر وهو ما رمى السلاح وعم بحارب وبجاهد في سبيل الله إسرائيلي الحق لما بين في ليلة القدر إن أنزلناه في لأن أنزلنا القرآن في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللي تشوف ليلة القدر خير من ذاك الشخص اللي بقي ألف شهر قادر في سبيل الله فليلة القدر يا بناتي بتشوفها بعين البصر اللي قلته بتشوفها بعين البصر اللي قلت لك أنت الدنيا شفتها مقفوصة بالبيت عليك اللي شفت فيها وإن كان في عين البصر لازم كل من كان في الجو يشوفها الجمال يشوفوها السهران في الليل يشوفوها اللي في البحر يشوفوها هذه ما حدا شافها غير انت انت في البيت وقفت لم بعين البصيرة بتسمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بحكي مع الرسول والناس جنبه ما حدا شايف هذا بعين عين عين البصيرة لو عين البصر كان اشتركوا بتسمع مع الأصابع من أهل الله واحد بالشرق واحد بالغرب هذا بشوف هذا وهذا بشوف هذا لو كانوا بعين بصر كان الجبل لازم يشوفوه
انت بنادي وهكذا. هاي الفكرة في عين البصيرة، لا دي عين البصر. عين البصر محدود لا يوجد الا الجهات. عين البصيرة ما له جهات، ما عنده فوق وتحت ويمين وشمال وامام وخلف. هاي عين البصر اللي هي المحدودة بجهة، والله ما في جهة. فأينما تولوا فقم وجه الله، وين تولوا وين توجهتم شوفوا الله. لأن الله ما له جهة، لأنه ما الجسم، الجهة للجسم، والعين المادية جسم، أما عين القلبية ما الجسم، نور إلهي. من أجل ذلك الحق اعتبرها، قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا واحد أخبركم شاف من صدقه، لكن قبل ما تصدقوا كلامه خبر يحتمل الصدق يحتمل كذب. بنشوف صوره في الوجود شلون بالجد يخون بغش بعمل مخالفه، بسمع عود بسمع رقص بسمع سقاطه بسمع تلفزيون بسمع غنى راديو بسمع حلقه. قالوا بتصدق قالوا لا صار يسمع التلفزيون، حتى اهله عند التلفزيون ما بدخل بيت التلفزيون، حتى ابوه ما وصالح ما بصير يتوجه لابوه ولا بحب ابوه، بخدم ابوه لانه مامور يخدم ابوه، لكن ما بيحبه لانه ما في نسبه. المحبه مربوطه بالنسبه بناتي، ما هي مربوطه قد واحد يكون مصلي كثير واحد ما بصلي، الما بصلي بحب ما بحب يصلي. ليش؟ ما فيش بعطيني ما بصلي، عنده كرم عنده اخلاق عنده ناموس، وداخل صلي بنته مخلطه قدامه بتروح وبتجي وبتقول صلي. قال دعني نفسي وبالك ظهرك، هذا كذاب عند الله سبحانه وتعالى. هذا لو كان صحيح صلي كان قبلت صلاته، ولو قبلت صلاته فكان ما بخلي بنته تطلع شاطره مشان كرمها. والله أبدا حكينا حكي بتغير عقل. تبعت بنت لأبوها هي بالجامعة كأنه في الشارع، وأبوها غني كأنه قل له يا بابا وأنا ما عم بأمل، يعني أنا في الجامعة ماني مبسوطة وماني مسورة، بدي أتحجب، ودول ما في عندهم الحجاب عند الحي، ودول عم بقى منهم السقاطة، وأنا إذا بقيت ما عم بقى معهم بالسقاطة، عم بقرا المكتوب قدام اصحابه. قال شو في الجاهل بدها تترك مستقبلها، قال مشان حرقه ومشان ماموسه. عم بقول لك شو قال لك تعي جديد هذا الامتنة هذه الجديدة. قال شو في الجاهل بدها تترك مستقبلها مشان قال ناموسه مشان حرقه. يخرب بيته، هذا مو بجهنم، هذا مو، هذا حطر جهنم، هذا حطب كل تخترق برجع بالجد الجديد. والله بنات الانسان ما عنده شرف ما عنده دين، لان عندنا اول نمره الشرف، في شرف نبحث في دينه، ما في شرف روح كما نبحث في دينه سمعه في دينه، لانه خالف دينه، دينه بمنعه، دينه بقول في ناموس وفي شرف وفي حرام وفي حلال، هذا ما عنده لا عيب ولا عار. تضبط مع الرجال تحكي مع الرجال تستعمل أضاياها. اللوحة سألني واحد سؤال غريب، قال إلي زوجي وزوجته بلا نسميها لسنا تعرفوها بلا نسمي عمالة كفاتة إجمالة، زوجته بتروح بتغط وين كنتي بيت بنتي وين بيت شخصي بيت قبل كل 20-30 يوم تأشيفة كل 30 يوم كنتي وين كنتي. هو متفهمها في الظهر عليك انه متهمها وبمنعها ما تكملها وبدها تروح في المحلات الما بريده هو. قال لي يا شيخ هي شو رايك هي اطلقها؟ قلت له فرض عليك تطلقها، اعوذ بالله. اذا كان عندكم محلات ما بتيجي انت مو بتقول لبنتها فقط، تدعي دعوه عندي عند بنتها وعند اختها وعمتها. قال لي رحت على اخوها، اخوتها على اخوها. قال له النساء خذوه، قال له ما نقدر عليها، قال له مشهورة هي هذه القضايا. قال له ما نقدر عليها. ما بتقدر عليها شو بتسوي؟ قد حلوة أنا شو بتسوي معي أنا؟ هي عم تدعيني بأمرها ما بتأتمر، بلاها ما بتنتهى، بدها تروح محل بتريده، وين بتكون بتروح؟ يعني كأنه كلام كثير على الثقافات.
قال الديوك شنو وشو ما نعطيش مقطة انت هلا؟ الطلاق هون محله، مو الطلاق واحد يتقاتل مع رجل يحرس الطلاق على زوجته، وزوجته عم تطبخ عم تنفخ بيت كذا خبرة لا على الماء لا عم بتشوف طلقة، هذا اسمه ابغض الحلال الى الله الطلاق. لكن لكنا وحده واثق طاقة بتبني بتعمل هذه فرض ضروري هذه الانسان يخلص منها، لانه بعد بتعلم اولادها بتعلم بناتها بتعلم الى اخره، حتى علم ابن البنات او ابن مو بنت معها ساير معها على طول. ايه سيدي ايش عملت؟ عطت مكتوب لابناء البعض اللي بيسالني على الطلاق، عطت مكتوب لابناء انا بدي اتبسم، وبتقول له بتجيب الشرطه بتقول له امي شربت السم، هذا المكتوب عم بين انه من اهرم بيت حماها من الزوجه مكلف. قال لي يا شيخ بظهر ابنه راح رأسا عطى المكتوب للحكومة الشرطة، قال لي اجت الشرطة ما كان شربان الشرطة كله بظهر بقى ما صحت بروحها اشتحكي تمام معي، قال ما كان شربان السم اجت الشرطة حاطي فيها اجت الشرطة جذب السم قال كان بس حماية من زوجي وكذا وكذا ايه يا اخي، قال اذا ترمينا نعوذ بالله بفتنه بشر لان خبر لا حدا اهلي له خبر ما في حدا له خبر، بس انا عم بمنعها لك يا عيني لا تروحي محل بتريدي بدك تستاذنيني ما بتستاذنيني. راحت عطت لابن مكتوب انه انا بعد ما كذا بشرب الشرب تروح بتجيب شرطه، والشرطه بتجي اي شيء منها انت بتشوف الحكي، الشرطة كأنه ابنه استعجل راح جاب الشرطة وابن الشرطة وقال له استعمل شرباني السم، لك ليش بدك تشرب السم؟ قال السم معلوم بده هو واهله ما يخلوني اروم ما اعمل كذا حكيتنا ما حكيت، لكن دور عند العصيان اللي حكاني السؤالات هذا لا يجوز عودة ولا يجوز تدخلوها على بيتكم ولا يجوز تسمعونا، إذا كان بسمع بقول أنا أفسد على حسب ما عم بيقول يكون جبنة بعد آخر ذات ما بس أنا أفسد على حسب ما سألني هيك كفى بدي أكون جوابه، أما كنا جبنة بيكون هيك رقبته في حال في عاتقه في عنقه، فإذا كان هيك واحدة بتطلع بتدور بتنام برا بيتها على كيكي يوم بتنين كذا وين كنت بيت كنتي وين كنت بيت أختي بيت عمتي بيت ناتي بيت كذا وبيت كذا، قال هل كتني يا شيخي هل كتني وجي الشرطة أو جي الشرطة بالنسبة فاتحة.